المسيحيين اتعلمنا من السيد المسيح اللي قال بفمه الطاهر تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. والسيد المسيح إله محبة، إله سلام، إله بركة، إله أراد أن يعلمنا تعليم تخالف ما هو موجود في العالم علشان خاطر نسعى لميراث الحياة الأبدية. وزي ما قال واحد من الآباء المعاصرين، نحن نعيش في العالم والعالم يعيش فينا، نحن نستخدم العالم والعالم لا يستخدمنا. هكذا الإنسان المسيحي بيعيش في العالم علشان يعمل لنفسه تأسيس في الأبدية. وزي ما بيقول القديس بولس الرسول، لو كان رجاء في لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. فرجائنا في المسيح مش في هذا العالم بس، انه يحافظ علينا وانه يدينا وانه يرضينا وان يسمع لدعواتنا وصلواتنا وطلباتنا فقط، ولكن رجعنا ابعد من هذه الحياه المنظوره علشان خاطر نستطيع ان نرس ملكوت السماوات. والاباء الشهداء ليهم في الكنيسه مرتبه كبيره اكثر من اي احد اخر من القديسين وحتى من المعترفين ومن كل الناس المجاهدين، لأنهم قدموا أنفسهم من أجل مجد اسم ابن الله الحي. وزي ما بيعلمنا الكتاب المقدس أنهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. المهم يكون الإنسان ثابت في الإيمان، مستقيم في الرأي وفي المعتقد، بينظر لا إلى الحياة الحاضرة ولكن إلى الحياة الأبدية، وساعتها من غير شك هيبقى ليه فكر معين غير قائم على الأرض والأرضيات، لكن متجه نحو السماء والسمائيات حيث العالم الذي لا ينتهي. احنا بنودع حبايبنا الشهداء مش لأنهم ماتوا، لكن لأن ربنا أوجد لهم مكان أفضل بأسرع طريقة ممكنة. وفي ناس كتيرة بتتمنى ما وصل إليه هؤلاء الشهداء، لكن بنقول الإنسان يستطيع أن يعيش شهيدا حتى لو لم يسفك دمه. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، نفعنا ببركة صلواتهم، يدي الأسرة بتاعتهم الصغيرة والأسرة الكبيرة التي هي الكنيسة عزاء، ويمنحنا الله نعمة لكي لا يكون نظرنا قصيرا على الأرض والأرضيات ولكن ممتدا إلى السماويات. طبعا احنا من خلال التاريخ الكنسي معروف أنه في العالم سيكون لكم ضيق، ومرة تاني بيكلمنا السيد المسيح عن أنهم بيشتهوا الناس الخارجين عن الإيمان، إنهم لو استطاعوا أن يقتلونا ما فيش مانع. فالموضوع ما هو جديد علينا، لكن ضد الإنسانية، ضد الفكر المتحضر والمتقدم، ضد الحياة اللي المفروض الإنسان يعيشها في سلام مع الإنسان الآخر بغض النظر عن الدين أو الفكر أو أي معتقد آخر. فطبعا في ناس كل واحد ليه فكر معين ممكن يختلف عن فكر الآخر، ولكن ليه الحياة هي المسيح والموت ربح، ليه اشتهاء أن أنطلق بأي شكل من الأشكال، المهم أكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. بنقول لكل اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا، الحدث اللي احنا النهاردة جينا علشان نشارك فيه هو حدث جلل بالنسبة لمصر كلها. بنرفع للرب صلاتنا من أجل أنه يتقبل بين القديسين هذه المجموعة الجديدة من القديسين اللي بتزفهم كنيسة الأرض لكنيسة السماء، وإنه إحنا واثقين إن هم بيصلوا من أجلنا، من أجلنا، من أجل أسرهم، من أجل البلد كلها، علشان يعم في مصر السلام والأمان. بنقول لكل المجروحين واللي اتألموا بسبب هذا الحادث، الرب يعطي شفاء ويعطي عزاء ويعطي قوة ويعطي صبر. أكيد أنه الرسالة اللي بتوصلها هذه المناسبة هي أنه مهما كانت غدر العدو، مهما كان غدر الظلم، إلا أنه لابد ليه نهاية. بنقول للكنيسة، أنت كنيسة الشهداء، اتعودتي من بداية التاريخ تقدمي شهداء، ويمكن هي دي البذرة اللي خلت في مصر أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط كله. نصلي أنه الرب يعطي ثبات لكل المؤمنين، يعطي قوة، وإنه كل الدم اللي بيتنشر في أرض مصر يكون بذرة إيمان يولد قديسين ويعطي ثمار مباركة للرب 30 و60 و100. نقول لا تخف أيها القطيع الصغير، الله أباكم سر أن يعطيكم الملكوت.
تعازينا للكنيسة، تعازينا لمصر كلها، تعازينا لكل من أصابهم هذا الحدث بألم. الرب يعطي عزاء، يعطي صبر، يعطي قوة، يعطي ثبات في الإيمان، وككنيسة نقدم محبتنا حتى لأعدائنا. ده اللي علمه لنا المسيح بتعاليمه المقدسة. الرب يفتح عينين الناس اللي بيعيشوا في الأرض فساد، الناس اللي بينشروا القتل والرعب، يفتح عينيهم على الحق ويديهم نعمة توبة علشان يعيشوا ويخدموا السلام بدل ما بيخدموا القتل والإرهاب والموت. تكون حضارة مصر حضارة محبة وحياة، مش حضارة موت وقتل. أنا بقول النهاردة ربنا يصبر أهل الشهداء، ودي مش أول حاجة تتكرر لينا، دي كذا يعني كذا موضوع عدى قبل كده، وكل موضوع نقول مش هيتكرر تاني، وده اللي بيرجع. بس احنا ربنا اقوى من كل حاجه، من كل حاجه، ودي تجربه لينا بيحطنا فيها عشان اكيد يعني نتقوى اكتر بايماننا. واحنا الهنا حي وقادر على كل شيء، واحنا مفيش اي حاجه هتقدر تغير مسيحنا او تخلينا ننكر ايماننا مهما عملوا، ومهما احنا خلاص احنا تعودنا على الحاجات دي، والحاجات دي بالنسبه لينا مش حاجات جديده، احنا مستنيينها في كل وقت. اقول لهم يا بختكم وربنا يعز اهاليكم، يعني انت عارف في اسره كامله يعني يعتبر، فربنا يصبرهم ويعزيهم طبعا، وهم بيصلوا لنا طبعا في السماء دلوقتي. يعني حابه اقول ان جرح كبير، جرح كبير للبلد كلها ولاسرهم، يعني حاجه صعبه ان انت تشوف اسره كامله سته طالعين من اسره، صعب صعب. والمحادث ده اتكرر قبل كده، يعني اللي حصل الموضوع ده اتأذى من سنه وتكرر تاني، ليه؟ طيب ليه ما يبقاش فيه وعي امني، يبقى فيه المرور اللي معمول على اول الطريق على بعد 20 كيلو، ليه ما يتعملش يبقى فيه كذا وحدة مرور أو أمن في الطريق؟ ليه ما يبقاش فيه إسعاف موجودة في المكان؟ قالوا للرصف في المكان، ما فيش رصف، شبكات على أساس حتى لو في استغاثة، في حد في ظروف حاصلة، ما فيش حتى شبكات استغاثة اللي التليفونات أو الحاجة دي توصل تواصل. ليه كده؟ ليه أسر وشباب يترمي؟ وغير كده في سلبيات برضك حاصلة، إن أثناء بعد الحادث في تشابك حصل في بعديها بأن الناس بيستغاثوا بتوع الامن، يقول لهم لو سمحتوا عايزين انقذونا، يقول لهم احنا ما عندناش امر بالضرب. طب هيسيبوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ طيب امال امتى الامر الضرب؟ احنا على مون دول شهداء في السماء. صدقني شعور ما توصفش، يعني الواحد مش عارف يتكلم او يقول ايه. اخواته واصحابه وقرايبه، يعني لو كنت جيت من بدري كنت شفت الست عماله تبكي تقول ابني ابني ابني، يعني دي متخيل انت هترجع البيت هتعمل ايه النهارده؟ استعزنا الوحيد انهم احنا عارفين مكانهم فين، يعني اكيد في السماء، يعني وفي رتبة اعلى مننا بكتير. يا بختكو صلوا لنا، ما تنسوناش يوسي الملاك الصغير ده، ما ينسناش، كانت اجمل طفلة في مدرسة الاحد. اقول للشهداء يا بختكو بالسماء، احنا كلنا نفسنا نبقى مكانكو، واحنا بنحسدكو، يعني يا بختكو. الشهداء اقول لهم صلوا لنا واجعلنا مستعدين زيكم، صلوا لنا أمام العرش الإلهي ويجعلنا مستعدين زيهم. فهم يقدروا يمنعوا بنى كنيسة، لكن يقدروا يحموا ناس عزل من السلاح؟ لا، يعني هو قوتهم إن هم يقدروا يمنعوا بنى كنيسة، يعني بيتصدوا بكل جهدهم إن مفيش كنيسة تبني، لكن هم يقدروا يحموا ناس عزل رايحين يصلوا؟ لا، ما يقدروش يعملوا كده. أقول للناس اللي عملت، أقول لهم ربنا يهديكوا، ربنا يهديكوا نعمة، وانتوا كده بتدخلونا السماء، احنا بندعي لكم وبنقول لكم ألف ألف شكر على اللي بتعملوا معانا. احنا ديننا دين محبة وسلام، فاحنا اللي نقدر نقول يا رب اعدل فكرهم وغيرهم، وضع المحبة في قلوبهم، شيل العنف اللي في داخلهم ده، وضع المحبة والسلام، لان احنا فعلا ديننا دين سلام ودين محبة، وعايزين نعيش في سلام. هقول ايه تاني؟ هقول ايه؟ ربنا يعز اسرهم. لا احنا تعبنا، احنا بجد تعبنا قوي، يعني يمكن ده كان ظهر في الجنازة النهاردة، ان احنا تعبنا، واكيد حضرتك سامع وشايف اللي يعني اللي بيتقال وكده، فالموضوع بصراحه بقي مكرر وبقي سخيف. يعني احنا مش عايزين نقول ان احنا طبعا يا بختهم وكل حاجه والكلام ده، وطبعا بس مش عايزين نكرر الكلام ده كتير، لا بس يتفهم ان ده كده ان احنا خلاص كده دمنا رخيص، وان احنا يعني ملناش اي لازمه، لان الموضوع يتكرر في نفس المكان في سنه مرتين، ده تهريج. اقول لهم يعني ان انتم في حضن المسيح، واقف في مكان احسن من هنا، وهم اللي عملوا كده ربنا يسامحهم.